السلام عليكم. شقيقان ذهبا إلى عدن بحثا عن فرصة عمل في العاصمة المؤقتة على أمل مواصلة الدراسة الجامعية ومساعدة أهلهما في تكاليف الحياة، وما هي سوى أشهر قليلة حتى وجدا نفسيهما ساجنين بأمر قائد معسكر النقل التابع للحكومة الشرعية على أثر جريمة قتل يتهم بها شخص آخر. وبدلا من إحالتهما للنيابة أو الإفراج عنهما نقلا إلى مكان مجهول، ومنذ بداية العام 2017 لا يزالان قيد الإخفاء القسري ولا يعلم عنهم أهلهم شيئا. قصة الشابين الشقيقين فؤاد وضياء حمود أحمد سعيد في الفيلم التالي، نتابع ومن ثم نعود. قصة إخواننا، هذا كان مستأجر بلوكندا، بعدين نزل يعني يعمل بلوكندا واشتغل، وكان هو أخوه نزل دراسة عنده ضياء حمود أحمد سعيد. حصل القضية مقتل القيادي بالمقاومة، طبعا أحمد إبراهيم قائد، يعني قتل القاتل كان ينام باللوكندا، وآخر مرة يعني كان ذا واللي عرف به من هو المقتول، عرف بالقاتل باللوكندا وكان يجي له ياخذه ويرجع هو. هكذا هم عساكر داخل المعسكر نفسه، هذا مدير الإمداد وهذاك عسكري عنده أيضا، وهم من أبناء عدن كلهم، يعني هذوك من أبناء عدن وهذاك من أبناء عدن وجيران وأصحاب. ما احنا جايين بتفاصيل القضية وعلى ما حصل خلاف بينهم، قتلوه وجاء للوكندا طرح مسدس ومشين، وتم إلقاء القبض بعد ساعات باعتراف ذا وتصريح صحفي لقائد المقاومة أمجد خالد وحينها، إلا أن القضية لم تدرك في سجل لا نشاط، لا يعني شرطة ولا نيابة ولا بحث جنائي، ولا لم توصل القضية. يعني أخذ القائد أمجد خالد بحجة أن هذا الرجال اللي قتل كان صهره، مزوجين خوات أو كذا بينهم قرابة، فاحتبسهم وحجزهم داخل المعسكر. طبعا معانا صور، الصور هذه موجودة من داخل المعسكر، كنا نزورهم بأول الفترة. هذا الرجل معاق، أخي هذا معاق طبعا، إعاقة بالرجل اليمنى كما يظهر بالصورة، معاق بالقدم اليمنى طبعا، أعرج، ومعروف بأوساط عدن أنه يطلق عليه فؤاد الأعرج، يعني معروف هناك لما تسأل عنه فؤاد الأعرج يقول لك الطارف منه، إذا سيف على فؤاد مش ممكن ما أحد يعرفه، لكن معروف أنه فؤاد الأعرج. هذا الرجل طبعا لا يعني لا يعرفوه ولا لهم علاقه به ولا كذا، جاء وقت حمل لوكندا، اغلقوا لوكندا، اخذوهم، لم يحققوا معهم الى داخل المعسكر، بعد ذلك اخفوهم رغم جميع المطالبات والاوامر ومن النيابه والبحث الجنائي، حتى له قاتل يا اخي حاكمه، عرضوا للمحاكمه، نقول البحث الجنائي، نقول النيابه، حاكمه بحيث انه يصدر عنده حكم قضائي سواء يدان أو يفتم عليه بالإفراج. معنا توجيهات من وزير من قاهر مصطفى علي، وأيضا علي أحمد الأعواش لرئيس لأنه وجه لأمجد خالد برسالة، أمجد خالد لم يرد عليه، وجه له برسالة مذكرة لأمجد خالد بالكشف عن يعني الكشف عنهم وتحويلهم للنيابة العامة، ما رد. أدي مذكرة ثانية لمن؟ لعلي أحمد الأعواش برسالة، شوف هذه قاهر مصطفى علي، قال: نود أن نلفت عنايتكم بأننا سبق أن وجهنا لقائد المعسكر المدعو البوكري لإفادة حول ما جاء فيه شكوى المذكور أعلى، إلا أنه لم يفيدنا بذلك، تكرموا بالإطلاع والتوجيه. وزير من؟ الداخلية. وزير الداخلية جلس الملف عنده ورابطنا 4 أشهر، وأنا مرابط بباب الوزارة، والله إن 4 أشهر أنا والوالد من جماد إلى شعبان وإحنا مرابطين باب بيت الوزير، بالأخير يخرج لنا من هو؟ يخرج لنا من هو؟ أدوه مدير مكتب الوزير، وجه لقائد المعسكر يعني عمل له مذكرة، بالأخير يقول هو يرد على هذا، يقول أفادوا أنهم غير موجودين، لا يوجدون عندهم. مدير مكتب الوزير نفسه، هذا الإفادة منه، هذه المذكرة منه لوزير لمن؟ لأمجد خالد القائد والنقل. بعد ذلك يوجه هو نفسه يقول أفادوا، يتم التواصل مع علي والنقل، أفادوا أن المذكورين غير موجودين. طيب هذا وزير داخلية ومكتب وزير الداخلية ويقول انهم مش موجودين. ايضا وصلنا عن طريق العيسي، احمد العيسي، انا وابي لعنده، وطلب امجد خالد، وجاء امجد خالد بنفسه لعند العيسي بمذكر يعني بذا، وجاء قال له يا حاج انا قلت لك، قال لي اجيك تدي لي
يا حاجة أنا قلت لك تدي لي من وراءهم. قال له أبي أنا مو أنا كيف أنا أدي لك من وراءهم؟ من وراءهم؟ قال له يا حاج انسي عيالك. انسي عيالك وما تطالب بهمش. هذا كلام أمجد خالد ببيت العيسي. وهو ببيت العيسي نفسه. قائد لواء النقد. هو قائد القوات القوية. يعتبر مسؤول أكبر مسؤول بعدن كان موجود. وهو اللي طلبه أمجد خالد. أمجد خالد هذا من تحت. فقال له انسي عيالك يا حاج. وقام خرج من بيت العيسي. مشي. ثانيا وصلنا عن طريق البوكري. محمد البوكري يقول عيالك يا حق موجودين أمجد خالد موجودين يا حق. هذا متى؟ الآن قبل العيد بأيام، قبل العيد هذا، قبل العيد هذا القريب، قبل عيد الأضحى. وطلعنا قبل العيد يعني بأيام العاشر من عدن على هذا، لأنه يقول على أنهم موجودين من أمجد خالد. أمجد خالد يرسل برسالة يقول على أنه سلمهم لجبل حديد، لمعسكر جبل حديد أيام من ذكال. لكن إحنا ما إحنا جارين. إذا كان معه مذكرة أنه سلمهم لنا يكون معه السلام منها، مش يكون معه صورة، مش يكون معه أي معلومة تفيد أنه سلمهم لأي جهة سلمهم. أما هم موجودين، وهذه الصور موجودة من داخل المعسكر، كان هذه الصور ملتقطة داخل المعسكر، صورهم اثنين. الصورة هذه بعد اعتقالهم، هو تم اعتقالهم 2016 هذه جلس سنة 3 شهور نزولهم، كنا نزولهم أنا وأبوهم وأخوهم الثاني 3 شهور، 3 شهور فقط. لما حاولنا نطالب بهم من جهة عليا، هو حاول خبأهم تماما، ضيعهم. وإلى الآن حاولنا بكل الوسائل والطرق أنه نتوسط. وصلنا لعند عدنان الرزيق. عدنان الرزيق لما نزل قال أنا أخليهم يتصلوا لكم، ونزلنا لعندنا ولا نعتز. قال لي أنا أخليهم يتصلوا بالعشر الأواخر من رمضان. جلسوا في 10 أيام من رمضان، العشر الأواخر، أقسم بالله أنا ما أفك للتليفون. هل ما متى يتصلوا لي؟ يتصلوا الآن؟ يتصلوا بعد؟ يتصلوا باكر؟ متى يتصلوا؟ بالاخير مضينا العاشر، دخل العيد، بعد العيد باسبوع اتواصل معه قال لي ما اتصلوش. قلت له لا، لم يتصلوا حتى الان. قال لي خلاص انا انزل. نزل لهناك بالاخير يقول انا مهمتي قضيه، يعني قدمكم نصيحه، انا مهمتي نصح، قدمكم نصيحه بس هذا دوري. وهو التزم لنا انه يخليهم يتصلوا ويخليهم كذا وشي يكشف عنهم وشي يتواصل معهم. قدمنا مذكرات لاكثر من واحد حتى نائب وزير الداخليه، يعني وصلنا له ملف للقضية إلا أنه ملا ولا حاجة. حتى أنه يقول لك مثلا هذا موجود ولا مش موجود، يذكرك أنه موجود ولا موجود. ولذلك الأوضاع بعدن، حتى النيابة وصلنا لعند النائب العام بالأخير يقول لنا روح النيابة الجزائية اشتكوا وقدموا ببلغ، قدموا بشكوى. قلنا له عباقي زيد منك أنت النائب العام علي أحمد العواش، أين عفولي أنا؟ أجمن أقدم إذا قدمت عندك أنت؟ وهو لم ينصف ولم يعترف انه مكان موجودي 3 سنوات، ونحن نجري من مكان لمكان، ما خلينا في اي مكان اللي احنا نبحث عنهم. تعبنا والله، تعب ابوهم وامهم كذا، ليش يخفوا يا اخي؟ اذا علوا قضيه، اذا علوا كذا، قدموا للعداله، قدموا للجهات المختصه، قدموا النيابه، قدموا البحث الجنائي، قدموا للشرطه، يعني حاول تظهره. اما انه يخفوا بدون اي اتصال ولا تواصل ولا معرفه اين مكانه الان، يعني ولا اين محتجز. رسالة لرئيس الوزراء، وزير الداخلية، لرئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليتهم ومعرفة مصير هؤلاء. هؤلاء ضحايا، يعني ضحايا من؟ هذه سلطات تتبع الدولة، تتبع الشرعية، تتبع رئاسة الجمهورية، محسوبين على الشرعية نفسها. فكيف يتصرفوا تصرفات لا تليق بريال دولة؟ احنا الآن الناس خرجوا من أجل ماذا؟ من أجل ما خرجوا؟ من أجل تغيير وضع، تحقيق عدالة، تحقيق أمن واستقرار. إلا أننا فقدنا العدالة عند رجال الدولة أنفسهم. يعني أنت لا قلت دولة كيف لا تحقق العدل؟ يعني لا تنصف الناس من أنفسهم. إذا التغيير لم يحصل شيء بعدن، يعني معناته أنه شوف الخلل بينه، أنه لا يوجد نظام موحد ولا جيش موحد ولا قيادة موحدة. يعني قائد معسكر يعتبره الدولة، هو بيده الأمر والسجن والتحقيق، ولا كله خاضع لمن؟ لهذا الرجل نفسه. ما هي الشرعية إن لم تكن الالتزام بالقانون؟ ما معنى أن تكون قائدا مواليا للشرعية لكن أفعالك وتصرفاتك لا مشروعية لها؟ من يعطي لقائد معسكر الحق في حجز حرية أشخاص سواء كانوا متهمين أو أبرياء ويلقي بهم في السجون؟ ومن أين أخذ الضابط الجرأة ليقول لرجل مسن انسى أولادك؟
مشاهدينا الكرام، قضية الاختفاء القسري موضوع حديثنا مع المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك معنا سيدة هدى. مرحبا بك. نعم، نتحدث اليوم عن قضية الاختفاء القسري والمخفيين داخل السجون، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن. وفق رؤيتك، كيف يمكن تفسير هذه القضية؟ للأسف حالة انتهاكات حقوق الإنسان داخل محافظة عدن، بالذات انتهاك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، هي في تزايد مستمر. العديد من الأطراف داخل محافظة عدن ترتكب هذه الانتهاكات. ليست هناك وجود لهيبة الدولة أو السلطة التي الواحدة التي يلتجئ إليها المواطن لإبلاغ عن هذه القضايا. مثل هذه القضايا نحن عانينا منها الكثير، ولدينا الكثير من الوقائع التي تم رصدها وتوثيقها من حالات الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية. للأسف هناك العديد مثل ما قلت لك من الأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات خارج إطار الدولة، منها بعض قيادات المقاومة وكذلك أيضا بعض أجهزة الأمن. بعض المناطق داخل محافظة عدن لا تستطيع إدارة الأمن وإدارة البحث الجنائي الوصول إلى تلك المناطق، وبالتالي القائمين على تلك المناطق من قيادات المقاومة، مثل ما حدث مع قضية فؤاد وضياء الذين يسكنون في منطقة دار سعد، لا تمتلك إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي إمكانية الوصول التحقيق في هذه الجرائم، مع أنها كانت جريمة جنائية بحتة. في قضية قتل أحد المقربين إلى أمجد خالد قائد معسكر النقل، وبالتالي تم اعتقالهم من داخل اللوكندا وإخفائهم داخل المعسكر. حاولنا التواصل مع قائد المعسكر وقائد لواء النقل وعدة أشخاص مقربين منه، لكن للأسف كل محاولاتنا باءت بالفشل. طرقنا عدة أبواب مثل إدارة البحث الجنائي والنيابة وحتى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للتحرك في هذا الملف، ولكن للأسف لا، كل المحاولات لم تكن تأتي بفائدة، نتيجة أن كل طرف يتزعم السلطة أو يعني يستغل السلطة التي هو موجود بها، وبالتالي لا تستطيع الأجهزة الأمنية أو النيابة أو القضاء الوصول إلى تلك المناطق. نعم، أنت تابعتي قضية الأخوين فؤاد وضياء، يعني وهناك كما ذكرتي العديد من القضايا، هل لك يعني أو هل تملكين إحصائية بعدد المختطفين قسريا وأيضا السجون التي يتواجدون فيها؟ لا توجد إحصائية يعني بالرقم. زي ما قلت لك هناك عدة أطراف ترتكب هذه الانتهاكات التي تمس قانون حقوق الإنسان، بالرغم من وجود النيابة، بالرغم من وجود القضاء، وبالرغم من وجود السلطات التي ينبغي على الجهات التي ترتكب هذه الانتهاكات كف العبث وتحويل كل من تقوم باعتقالهم إلى النيابة والقضاء، لكن للأسف العدد في ازدياد. هناك دخول وخروج، وهناك عدة جهات يتم الاعتقال والإخفاء بها. نحن كرافضين أو كمدافعين عن حقوق الإنسان لا نستطيع الوصول إلى كل الجهات، بالذات الأماكن التي لا نعرف أين يتم إخفاء المعتقلين بها، أو التي يتم إخفاءهم ولا نستطيع التواصل بهم. هذه قضايا شائكة جدا، لا نستطيع نصل إلا عندما يخرج أحد المعتقلين ويقول إن فلان كان بجانبه في ذلك المعتقل. لكن بالنسبة للمعتقلات الرسمية مثل إدارة البحث الجنائي، مثل السجن المنصورة المركزي، مثل بير أحمد، هناك في إحصائيات موجودة وموثقة أيضا، لأن النيابة تستطيع الدخول إلى تلك الأماكن وتستطيع التحقيق في تلك الوقائع، وبالتالي هناك إفراجات، عدد من الإفراجات خاصة في القضايا التي يتم تحويلها إلى النيابة الجزائية وإلى المحكمة الجزائية. لكن ما زالت الانتهاكات موجودة وما زالت مستمرة وما زالت الأعداد في تكاثر. نعم، إذن كيف يمكن تقييم دور النيابة العامة في متابعة هذه القضايا؟ شوفي، النيابة العامة كسلطة قضائية لا تستطيع الوصول إلا إذا كانت هناك ملفات
للمعتقلين او المخفين. يعني مثلا الاماكن التي الاماكن الغير رسميه لا تستطيع النيابه العامه الوصول اليها، لكن الاماكن الرسميه تستطيع النيابه العامه النزول والتحقيق، خاصه اذا كان المعتقل لديه ملف فيه كل حيثيات القضيه او حيثيات الجنايه التي ارتكبها، وبالتالي تستطيع النيابه التحقيق في هذا الملف. مثل مثلا قضيه الاخوين فؤاد وضياء، النيابه لا تمتلك اي معلومات عن تلك القضيه، وخاصه اداره البحث الجنائي في مديريه امن عدن لا يستطيع، بما انه لم يحقق في القضيه ولم تصل اليه غير شكوى من والد الاخوين، للاسف لم يستطع النزول او التحقيق في هذه القضيه، وبالتالي لا يمتلك اي وثائق او حق الوصول، لانه تعتبر تلك الجهات غير رسميه وغير شرعيه وغير قانونيه، وبالتالي النيابه العامه لا تستطيع ان تتعاطى مع تلك الجهات او تشرع لها تواجدها. فهمتيني؟ ولذلك النيابة دورها محدود في تلك القضايا. بالنسبة للأماكن الرسمية والأماكن الغير رسمية، فهي تستطيع فقط الوصول إلى أماكن الاحتجاز التي تحت سلطة الدولة، غير كذا لا تستطيع للأسف الوصول، وبالتالي يظل المنتهك حقوقهم من المحتجين في غياب السبب. نعم، أهالي الضحايا إذا ما كانوا غير قادرين يعني باللجوء إلى النيابة العامة، ما هي الوسائل المتاحة أمامهم لمحاولة إخراج أبنائهم من هذه السجون؟ للأسف أولياء أو أهالي الضحايا، ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لا يمتلكون غير إبلاغ الجهات الرسمية والجهات القضائية عن تلك القضايا، أو عن أهاليهم الذي تم اعتقالهم أو أبنائهم الذي تم أخذهم من أماكن معينة. هنا يأتي دور النيابة العامة في هذا الموضوع، يتم إبلاغ تلك الجهات بأنها هل تمتلك معلومات عن الأشخاص الذي فعلا وصلها شكاوى أو بلاغات بأنه تم اعتقاله أو تم إخفائهم. هناك للأسف هذه الجهات تنكر إنكارا تاما تواجد هؤلاء المعتقلين، مثل ما حصل في قضية فؤاد وضياء، بما أن الحلقة تدور حول هذه القضية. النيابة العامة خاطبت لواء النقل وخاطبت القائمين عليه برسائل ومذكرة رسمية يمتلك والد فؤاد وضياء هذه الوثائق، ونحن حتى في اللجنة الوطنية تم مخاطبة الجهات، ولكن للأسف لم تأتينا أو لم تردنا أي معلومات عن الأخوان، وبالتالي تم إنكار تواجدهم. وهذه هي يعني الصعوبة في تلك القضايا، بأن الجهات التي قامت بالاعتقال هي جهات أولا غير رسمية، وبالتالي أجهزة القضاء والنيابة لا تتعاطى معها، وأيضا يقوموا بإنكار الوقائع التي قاموا بافتعالها أو المعتقلين الذي تم اعتقالهم. نعم. وبالتالي هنا تتحول القضية من قضية اعتقال إلى قضية إخفاء قسري. نعم، تحدثت أنه تم التواصل مع بعض القادة، مثل كما ذكرت قائد لواء النقل خالد أو أمجد خالد، ماذا رد لكم؟ وبالتالي كلجنة وطنية ما هي الإجراءات ما بعد إنكار هؤلاء هذه الجهات وجود المختطفين لديها؟ طبعا لقاء المذكرات التي تم إرسالها من قبل إدارة البحث الجنائي والنيابة وحتى اللجنة الوطنية للتوثيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لم تردنا أي مذكرات رسمية من لواء النقل أنه في تواجد أو يتواجد الأخوين لديه. ومثل ما قال، هناك إنكار بشكل مستمر عن تواجدهم، حتى أنه سمعنا أخبار أنه يتم نقلهم من مكان إلى مكان. يعني نحن بأنفسنا ذهبنا إلى إدارة البحث الجنائي، ودخلنا إلى القائمين على إدارة البحث الجنائي وفي حتى سجن المنصورة، وفعلا تم التفتيش داخل السجن وفي سجن إدارة البحث الجنائي وفي سجن المنصورة، ولم نجد الأخوين إذا كانوا متواجدين. يعني مثل ما قلت لك، إنه أنت تستطيعي العمل في ظل وجود سلطة ووجود قانون ووجود أماكن تشرف عليها السلطة أو الدولة، لكن في ظل أماكن مثل المعسكرات أنت لا تستطيعي حتى التعاطي مع الأشخاص، وبالتالي يكون هناك خطر يهدد حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وحياة أيضا أولياء أمور هؤلاء المعتقلين، وبالتالي كل ما هنالك. نعم. ألو. نعم أسمعك. هل تسمعيني؟
كلما نتلقاه هو الاكتفاء بعدم الرد أو الإنكار من قبل هؤلاء الجهات التي قامت بالاعتقال أو الإخفاء، ويتحول الأمر إلى فيما بعد إلى الرد والتوثيق وحفظ الملفات حتى يتسنى لنا إما رفعها إلى القضاء أو النيابة العامة حتى تتعاطى مع هذه الجهات حينما تبسط الدولة سيطرتها. نعم، هناك لجان حقوقية شكلت منذ عام 2015، أين ذهبت هذه اللجان؟ طبعا العديد من اللجان والعديد من الشبكات المدافعة عن حقوق الإنسان تم تشكيلها منذ 2016 حتى يومنا هذا، لكن للأسف كانت جهود مشتتة، عبارة عن منظمات مجتمع مدني تصطدم بأول حائط أو عائق وبالتالي تتفرق مجهوداتها. أيضا عندما تجد هذه الشبكات أو الجهات التي تدعم أو تناصر هذه القضايا بعدم وجود سلطة دولة تتعاطى معها أو بعدم وجود جهة شرعية تتعاطى مع هذه الملفات، وكل ما هناك جهات غير مشرعنة أو تشرع لحالها سلطات، وبالتالي تتوقف عند العمل بهذه وتكتفي أيضا بإصدار البيانات أو إصدار الوقفات مثل ما حدث في رابطة أمهات المقتطفين والمخفيين، وكذلك بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إنها تكتفي فقط في عملية الرصد والتوثيق لهذه القضايا أو إصدار البيانات ومخاطبة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك اللجنة الوطنية وبعض الجهات الأمنية مثل إدارة البحث الجنائي وإدارة أمن عدن. نعم، هل هناك رسالة تودي إيصالها عبر منبر بلقيس إلى الجهات المسؤولة داخل مدينة عدن، أيضا أهالي الضحايا وأيضا المسؤولين في السلطة الشرعية؟ بطبيعة الحال أحب أن أوجه رسالة إلى السلطات الموجودة في محافظة عدن وإلى أيضا اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الاستمرار برصد وتوثيق تلك الانتهاكات، وهذا ما تقوم به فعلا اللجنة الوطنية، فلديها العديد من الملفات ومن الوثائق ومن الأدلة التي تثبت تورط عدة أطراف بالقيام بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرية. ففي التقرير السابع للجنة الوطنية أصدرت إحصائية ب 374 حالة ادعاء اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، 36 ثبتت تورط القوات الحكومية والتحالف بهذه القضايا، و 332 قامت بها جماعة الحوثيين. طبعا كل هذه الوثائق مرصودة بالأدلة والوثائق التي تثبت تورط هؤلاء الأطراف، وبعض الملفات تم إحالتها إلى مكتب النائب العام للتحقيق بها وإصدار الأحكام، وبالتالي علينا نحن المدافعين عن حقوق الإنسان الاستمرار برصد وتوثيق هذه القضايا والتعاطي مع أولياء أمور الأهالي المعتقلين بأنهم لا يملوا من المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وبالتالي أيضا كل الجهات العاملة في هذه القضايا إنها تدعم أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا وتضغط على الجهات التي تقوم بالاعتقالات أن تكف عن العبث بمصير هؤلاء الناس، وبالتالي أيضا الكشف عن مصيرهم وأن تكون هناك سلطة موحدة في عدن نستطيع نحن الراصدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان التعاطي معها حتى على الأقل نحد من هذه الانتهاكات. نعم، المحامية والناشطة الحقوقية هدى أصراري كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. فؤاد وضياء أحمد سعيد المختفيان قسرا في سجن معسكر النقل بعدن تم الرصد، في أمان الله.